اختلط عالمي الفلك والأبراج بالحياة أصبحا تقليدا يوميا مرافقا لفنجان القهوة الصباحي عند البعض، حتى باتوا يستصعبون الخروج من المنزل إلا بعد استكشاف طالعهم باعتباره علما قائما بحد ذاته. أما البعض الآخر يقرؤونه ويستمعون إليه من باب التسلية والترفيه والمتعة. حل ألف بدال فلاح وألف حكاية نحكيها، فتحنا الأبراج بمفتاح وشفنا شو مخبى فيها، برج الحامل ما بيرتاح الثورة همومه ناسيها، سوداء بيزرع نجاح السرطان بيجنيها، آتت في عنده أفراح للعذراء مخبيها، الميزان بيعلى بجناح العقرب قليل. ما بعتبر يعني علم الفلك علم، لكن الأبراج ما نقطة ببحر. اسمعك اليوم بيومك. لا بس ما كتير بيعنوا بيش. لا أبدا. ما بالفضول هي حلوة يعني بتسلي. أنا بسمع كل يوم بيومي. انطابع تقريبا 80%. هلا أنا بصراحة ما بآمن بالأبراج ولا بطلع عليهم أبدا. أحيانا بقرأ، أحيانا بقرأ عنهم. إيه بقرأ ممكن بالجريدة، ممكن نسمعها على التلفزيون، بس ما بعتقد فيها، لا ما بآمن فيها أبدا. بسمعه بشكل عام بس يوم عيد ميلادي بحب اسمع برجي، اما بقيت ايام السنه لا. انا برجي سرطان. سرطان السرطان برج في عندن احساس برج الخلق وبحزيران واللي بيحبوا شرب الكاس. نحن جزء من الكون، تزعم انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر، فاي حركه كونيه هي ذات زبزبه وذات اهتزاز بتاثر فينا، ونحن خاضعين لقوانين الكون. موضوع الكواكب والمحاور وإلى آخره، ففي فضول أني أعرف عنهم، يعني صفات الأبراج كذا، بس أنه كتحدد يعني نمط حياة ما بتصور. لا تصدق معي الأبراج بشخصيتي، هلا مثلا بيقولوا لي إنه اليوم بده يصير كذا كذا كذا، هاي القصص أبدا ما بتسمع عليها، لأنه أحيانا بيصير وأحيانا ما بيصير وأغلب الأحيان ما بيصير، بس تصدق معي إنه إذا بدك تقيمني أنا كجوزاء بدك تقيم شخصيتي بتقيمها بطريقة فظيعة، إنه فعلا أنا الصفات اللي عم تحكيها فيني بحبك كصفات، يعني إنه بحس فعلا مثلا خلقانين بهي الفترة فيهم نفس الصفات، أما مثلا شو بده يصير معي أو كذا لا. الحوت الأهل الحكم شعار مواليد الجوزة حبو، حوت الأهل الحكم شعار مواليد الجوزة حبو، يهو الرسم والأشعار. هي بالنهاية فكرة الأبراج حظوظ، بس أني ممكن أتفائل أني ممكن نصير هالشغلة ممكن ما تصير هالشغلة، ولما بسمع مثلا بحسها ممتعة بنبسط فيها، يعني لأنه بحسها طرقت لشيء معين أنا عايش فيه، هي مضيعة للوقت ما كتير بأمن فيهم. لكل رأيه، لكن الواقع يشير إلى أن كشف الطالع والأبراج لها حيز في حياة الكثير من الناس، فالكل راض بما يعتقد ويراه صحيحا.